يفترشون الأرض ويلتحفون مخيمات بالية لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء. العشرات من الرجال الفارين من مدينة القائم الحدودية أكرهوا على الانفصال عن عائلاتهم بعد التحفظ على مستمسكاتهم الشخصية عند إجبارهم على الرحيل من مخيم 18 كيلو. هذا احنا نازحين من القائم، كنا بال 18 حولونا على السياحين على العامرية. العامرية هوياتنا ما جابوها ويانا، ذبونا بالسياحية، وأهلي بالعامرية ذبوهم وانا هنا. هاي لحد الآن هويتنا ما جت، صار لي شهر. واحد غير تجي هوية مستمسك يمشي بيها يروح يجي. مشكلتي الهويات اللي أخذوها مني بال 18. شهادة جنسية وهوية وجواز. وما عندي غير رحمة رب العالمين، أهلي لكحوها بالعامرية ورجعونا بالوحدة ونص من الدرب. السياحية. وهاي صار لي اليوم يجي 20 يوم هنا قاعد. وعائلتي بالعامرية. ويذكر أن العائلات المحاصرة في مدينة القائم أنفقت جميع مدخراتها للإفلات من قبضة مسلحي داعش الذي ما زال يفرض سطوته عليها ومنذ أكثر من 3 أعوام، الأمر الذي دفعهم لإطلاق نداءات استغاثة بغية المطالبة بالإسراع بتحرير مدينتهم. هاي العوائل تجي، أنت جاية من هناك ما جاي، أنا مصفر من الطريق، جوم هنا ماكو لا نفط، اكثر العزابيه هنا ما يقدر يسولفون، والله نايمين على القاع. عندنا هنا مره بعدنا جوم، والله العظيم ما يقارب 15 يوم جوم علي يدون بفراش تناون على القاع. حاليا وضعيات المخيم بالمدينه السياحيه، هذا الفصل الشتاء اجانا، لازم يعني فصل الشتاء افرشه ماكو، اغطيه ماكو، مو بس الشباب، اغلبيه العوائل هنا موجوده ما سلمت الحصه مالتها مال الدواشك، يطلع عندها متكرر بالمنظمات. نفط ماكو، يعني هو جاي من هناك بالتهريب ودافع فلوس مثل ما حكوا هسه الجماعه النازحين، بانه ما عنده اجى مصفر له ربع، ما يقدر يشتري شوله، يعني هسه اذا عنده شوله بطل نفط ما يقدر يشتري. الالاف من العائلات الانباريه المحاصره داخل مدينه القائم الحدوديه تعاني نقصا حادا في المواد الغذائيه والمستلزمات الضروريه وانعدام الخدمات الطبيه والانسانيه، وسط عز المنظمات الاغاثيه لانقاذ هذه العائلات وايصال ما تحتاجه. من مخيمات المدينة السياحية في الحبانية، باسم الأنباري، الشرقية نيوز.